ديجا عنده لومبلاسمون بعدا كاين فين تحطو هنايا، ماشي هو هذاك لومبلاسمون ديالهم. بكل صراحه ما بانت لي طوايط، بانت لي بنيقه هذه باش نكونوا واضحين. الحجم ديالهم صغير فوالا نورمالمون. الناس انت في دي بوزيت كيدير دابا عامر، الناس اللي بغاو يدخلوا يديروا الصف يعني سي انورمال. فوالا الطاقه السلعابه ماشي هي هذيك، وكتبقى تجاريه وصافي. الناس ديال المجلس كيخربقوا اللي باليهم تيديروا وصافي، ماشي في المستوى. والله الا مزيان وفيط مزيان. دابا بنادم ما كاين اللي بقى ربع سوايع خمس سوايع هنا مزيان طوال. سيرتو الدراري الصغار، الدراري الصغار، الدراري الصغير الا بغى يمشي للطواليت راه ما كاينش فين يمشي. واش غنقول لك بالنسبه لهاد المراحل اللي داروا هنا غير كافيين. نورمالمون نورمالمون كان ايدو يكونوا من الاحسن، علاش ما نكونوش حتى حنا بحال داكشي ديال اوروبا، يكونوا يعني المراحل في المستوى ويكونوا يوتيليزابل بالنسبه لكاع السكان هاد المدينه اللي كيشتاقوا يجيو لهاد المرافق الترفيهيه بحال سيدي بوزيد. هو المرفق الواحد اللي كيبان لي كاين هنا في اسافي. لا بالنسبه لي العدد ديالها غير كافي، وغير كافي بزاف، ماشي خصهم يكثروا هاد المراحيض ويكثروا هاد الاخر باش كل واحد يشي. انه كاين اللي عندهم وليدات صغار، كاين يعني كاين شيوخ، كاين كلشي. من الاحسن يكثروا هاد المراحيض باش كلشي انه كلشي يسيغون ايتيليزابل. ما مقتنعش بها تكون شويه قريبه، وتكون بالنسبه لكاين اللي ما يقدرش يوصل ليها. كاين يعني من الاحسن تكون قريبه في المناطق اللي تكون قريبه لهنا الساحات الخضراء. بالنسبه لطواليت مرفق عمومي مزيان، مصلحه مزيانه. او هذاك اللي تيقول لك ما مزيانش ما عرفت انا علاش كيعتمد على شي الموقع مزيان، لان مادام كاين بنادم ضروري دا يتخصو، كاين الدراري الصغار، كاين العيالات، كاين داكشي، دا مرفق عمومي مزيان في مصلحه الساكن. بصراحه الراي ديالنا حنا كنعارضوا هاد زعما لي طواليت اللي هنايا. حنا زعما اغلبيه الاراء ديال الناس قالوا بانهم زعما ما جاوش موقع زوين، بعدا اصلا بحال الدراسه ديال هاد المشروع جات فاشله، حيت زعما الناس بزاف زعما بالخصوص حنا الدريات والعيالات وداكشي ما غاديش تحلي الفرصه انها تبقى تمشي تقضي الحاجه ديالها هنايا في هاد البلاصه. جات شويه زعما اون بلان بيبليك، كاينين ناس بزاف وزايدون زعما تقدر يستغلوها، زعما تقدر تكون في صالح الدراري اكثر ما تكون في صالح الدريات، والاغلبيه تقدر تجي في صالح دوك الناس اللي ما عندهمش ماوى ولا شي حاجه. انا كنظن من هنا لقدام غادي تولي غير زعما ماوى المتشردين وصافي. هذا هو الراي ديالي، مو انا كنعارضها 100%. عارضها ما جاتش في بلاصه مزيانه، المهم ماشي مزيانه، وهاد البلاصه خاص تكون كطلع على البحر. المهم البلاصه اللي فاش تحطت ماشي زوينه بالنسبه لك، غتكون ديرونجون ولا غادي تكون ديرونجمون، يعني بلاصتها ماشي هي هذيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.